مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم مؤشر النيل. نتعرف فيه بالارقام والتحليل وبتحليل اكثر واقعيه على اداء مؤشرات البورصه المصريه. بالطبع اليوم هو بدايه تعاملات الاسبوع، دائما يوم الاحد بيبقى دائما في مفاجات، اما ارتفاع شديد للبورصه او انخفاض شديد في الايام الماضيه. لكن النهارده الحمد لله كان في ارتفاع لمؤشرات البورصه بشكل جماعي، والمؤشر الرئيسي للبورصه اي جي اكس 30 صعد بنسبه 1.91%، يعني تقريبا اقل من 2%، وطبعا ده كان برضو نوع في تقليص للارتفاعات مع بدايه الجلسه، لكن في النهايه ارتفع بنسبه 1.91%، ويغلق عند مستوى 13537.47 نقطه. مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا، مؤشر الاسهم الصغيره المتوسطه اي جي اكس 70 ارتفع ايضا بنسبه 2.3%، يسجل نحو 699 نقطة. وبالطبع مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا ارتفع بارتفاع المؤشرين الاخرين، ارتفع ب 1.99%، يسجل نحو 1753.14 نقطة عند نهاية التعاملات. موجة الارتفاعات امتدت إلى مؤشر اي جي اكس 20 محدد الأوزان النسبية، الذي أضاف ما نسبته 2.8% إلى قيمته، ليسجل نحو 12897.87 نقطة. هنتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم. كان قطاع العقارات والأنشطة تصدر القائمة بنسبة 31.92%، تلا قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 18.91%، كان قطاع الاتصالات ثالثا بنسبة 11.89%، وجاء رابعا قطاع البنوك بنسبة 9.95%. وبالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء، استحوذوا على نسبة 77.54% من إجمالي التعاملات. المستثمرون العرب اتجهوا نحو الشراء أيضا، استحوذوا على نسبة 5.66% من تعاملات السوق، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع واستحوذوا على نسبة 16.8% من تعاملات السوق. على عموم الأفراد والمؤسسات، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 52.22%، في حين مالت المؤسسات نحو البيع وحصلت على نسبة 77% من إجمالي تعاملات السوق. هذا وقد ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة، لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 17.4 مليار جنيه، ليصل إلى 761.5 مليار جنيه، بعد إجمالي تداولات بقرابة 603 مليون جنيه. وقبل ما نطلع لترن اليومي شرح أداء البورصة المصرية، اسمحوا لنا أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ عيسى فتحي خبير أسواق المال. أهلا بحضرتك أستاذ عيسى معنا. أهلا بيك أستاذ. واسمح لنا طبعا نطلع لتقاريرنا اليوم ونبدأ بعدها فقرة التحليل، تفضل. متجاهلة هبوط أسواق المنطقة، استعادت البورصة المصرية نغمة المكاسب لتكتسي مؤشراتها باللون الأخضر وتصعد بشكل جماعي بعد الخسائر التي تكبدتها الأسبوع الماضي، بدعم من التقرير الإيجابي لصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد المصري. الهبوط الحاد لازم يحصل ارتفاع حاد، واحنا عندنا مشاريع متواجدة في مصر جيدة جدا كانت تخلينا بمنأى عن هذه الانخفاضات، ولكن تأثرنا بسبب تحركات المستثمرين الأجانب. النهاردة طالما في مؤشرات من قبل المصريين والعرب، في الفترة الجاية بإذن الله نستمر في الارتفاع التدريجي لغاية ما نوصل إلى مستهدفاتنا مرة أخرى. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة 1.91%، ليصل إلى 13537 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بأكثر من 2%، وارتفع مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 2%. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب تجاوزت 17 مليار جنيه، لكن التداولات كانت أقل من المتوسط، وهو ما أشار إليه المحللون. احنا حصل لنا نزلة في الفترة اللي فاتت حوالي 1500 نقطة في جلسات بسيطة متتاليين، ده خلى المستثمر عنده تخوف جامد، فبمجرد ان يحصل فيه ارتفاع للأسهم بيتخوف ان هو يخش يشتري ويحصل بيه نزلة تانية، فبيبقى
حريص جدا منتظر ان يكون في دفعه، خاصه ان احنا شايفين ان المؤسسات الاجنبيه ما بتدعمش في الفتره الحاليه. هم طبعا مهتمين بالاسواق الناشئه او مشكله الاسواق الناشئه، وبيحاولوا يشتروا في اسواق اخرى تكون اكثر ربحيه. ويرى المحللون أن أوضاع الاقتصاد المصري والشركات المصرية لا يعكس حالة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصة المصرية على مدار الشهور الماضية، والذي كان هبوطا غير مبرر. ارتدادة طبيعية للسوق، هذا ما يراه المحللون بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الفترة الأخيرة في ظل تراقب المستثمرين لآية أنباء إيجابية تعيدهم مرة أخرى للسوق. من البورصة المصرية، محمود العزيز لبرنامج مؤشر النيل. طبعا بنشكر زميلنا محمود العزالي على هذا التقرير، واسمحوا لي ابدا فقره التحليل مع ضيفي الاستاذ عيسى فتحي خبير اسواق المال. استاذ عيسى اهلا بك مره ثانيه معنا. اهلا بك. طبعا يعني احنا زي ما قلت في بدايه تقدمتنا، يوم الاحد دايما بدايه جلسات الاسبوع يا اما بنبدا على انخفاض شديد يا اما بنبدا على ارتفاع، وان كان النهارده يعني برضه اقل من 2%، بس هو كان هبوط على اكتر من 2% في المؤشر الرئيسي. في البدايه كده قول لي، شايف جلسه النهارده كانت ازاي في المؤشر الرئيسي والمؤشرات المختلفه؟ يعني هو يمكن برضه زي ما انت اصبت في البدايه، وهي مساله ان يوم الاحد بيبقى يوم يا فوق يا تحت. يمكن النهارده كان في خبر مهم جدا حصل في السوق ادى الى هذا الارتفاع القوي اللي كان في بدايه الجلسه، اللي كان اقترب من 2.5%، وان كان حصل تقليص المكاسب في المؤشر الرئيسي في النهايه. نعم. بسبب عمليات جني ارباح او عمليات قفل مراكز تي بلس زيرو وكده. يمكن النهارده كان خبر استحواذ، اعلان سودك استحواذها على مدينه نصر بواقع سهمين من مدينه نصر، قصد سهم من سودك. ده كله اعاد تقييم السهمين مره ثانيه، وبالتالي اعاد النظره الايجابيه للقطاع العقاري، عشان كده تجد انه هو اكبر قطاع النهارده وهو اكثر القطاعات ربحيه. شفنا مدينه ناصر اشتغلت على 10% فوق، كان عليها طلبات ضخمه جدا وصلت 8 مليون سهم. سودك برضو ارتفعت مقارنه بالخميس، كانت الخميس على 19 جنيه، النهارده وصلت الى قرابه ال 20-90 جنيه. مدينه ناصر كانت ب 6 جنيه 45 و6 جنيه ونص يوم الخميس، النهارده فجاه بقت ب 7.15 ومرشحه للصعود في الجلسات اللي جايه، بحيث تقترب من معامل المبادله اللي هتبقى بين سودك ومدينه ناصر. طبعا ده كان له انعكاسات برضه على مصر الجديده وعلى بالم هيلز وعلى باقي القطاع العقاري يعني. فطبعا ده حرك مياه راكده كتير في السوق، لكن برغم هذا الارتفاع في المؤشرات سواء الرئيسيه او السنويه، لكن نلاحظ ان حجم التداول برضه متواضع لا يتناسب مع ارتفاع المؤشرات. 543 مليون جنيه في سوق الاسهم، واقل من 100 مليون جنيه في سوق السندات. ويلاحظ بقى في الفتره الاخيره عندما يكون السوق هابط جدا، الاجانب عندهم صافي شراء قوي. عندما يكون السوق مرتفع زي اليوم، تجد الاجانب عندهم صافي بيع قوي. وكانهم يعني بيشتغلوا معانا في الارتفاع القوي بيخرجوا اسهمهم، بيخرجوا اسهمهم، في الخفاض القوي بيشتروا بشكل جيد، بيعملوا مراكز جديده، وبالتالي هم بيعملوا عمليات متاجره سريعه في السوق المصري. وبالتالي يعني اتمنى انه يزيد رقم التداول، لانه ده اعتقد ان هو ده الاهم عندي من قيم المؤشرات. صحيح. لانه كل ما كان الفتره الحاليه قيم التداول فوق المليار، كل ده ما بيدي عزم وقوه للمؤشرات بصرف النظر عن الصعود والهبوط. في نفس الوقت تقدر من القيم الكبيرة تقدر تبني اتجاهات. طبعا. في الوقت الحالي صعب انك تبني اتجاهات يعني. طيب لازم نربط النهاردة بالأسواق المختلفة اللي حوالينا. كل الأسواق كانت تقريبا منخفضة، أسواق المنطقة، ومع ذلك احنا اختلفنا. الحاجة التانية طبعا مع الأخبار الجيدة من صندوق النقد وبنك الدوليين اللي بيقولوا ان الاقتصاد المصري مع نظرة تشاؤمية للاقتصاد العالمي كله ان هو هينخفض، كانت نظرته متفائلة للاقتصاد المصري وقال ان هو في 2019 هيبقى عند 5.5، ودي طبعا كانت نسبة ما زالت مرتفعة نتمنى ان احنا فعلا نقدر نحققها. ده شايف ليه تأثير ولا تأثيره كان سابق للبورصة في الفترة اللي فاتت؟ هو طبعا احنا تأثرنا بشكل قوي جدا بتشاؤم صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي، اللي شفنا اثرها في الاسواق الامريكيه والاسيويه،
وكانت حتى الأسواق العربية يمكن برضو الأسواق العربية لها ظروف خاصة زي قضية جمال خاشقجي والكلام ده كله والتصريحات المتبادلة في الموضوع ده، كل ده بيؤدي إلى نتائج سلبية للبورصات العربية. طبعا اتأثرنا بيه، وبالتالي يعني مهما كان كلام صندوق النقد الدولي بالإشادة أو بتوقع الإيجابي لمعدل نمو الاقتصاد المصري، لكن زي ما بنقول إيه الصورة الكلية في العالم أكيد هتأثر عليك، حتى لو فيها زي الأسهم هنا بيبقى فيه سهم عنده أخبار جيدة وحالة السوق مش جيدة، هو كمان ما بيحسش بإيجابية أخبار يعني. لكن هو نقدر نقول أنه للأسف أنه صندوق النقد الدولي لم يعد يؤدي واجبه في كنظام نقد دولي، ولا منظمة التجارة العالمية أصبحت تأدي دورها في مجال صحيح. التجارة الدولية، وللأسف الولايات المتحدة هي بطل المشاهد السلبية في كل الأحوال. هي التي أدت إلى انهيار نظام النقد الدولي سنة 71 بالخروج على بريتون وودز، وهي دلوقتي اللي بتخرج على منظمة التجارة العالمية بالإجراءات الحمائية اللي بينها وبين أكبر اقتصاد يليها وهو الصين ثم اليابان. فالأمور دي كلها هتبص تجد أن الولايات المتحدة بتحاول تنشئ وضع جديد، خاصة أن العالم لسه لم يخرج من أزمة 2008 صحيح. لأن حتى المسكنات اللي اتعملت حتى الآن أعتقد أنه لو ما تمش حل المشاكل دي أعتقد أنه في أزمة قادمة بعد شهور ممكن تظهر أثارها بشكل كبير صحيح. نأمل أنه يتخطوها من خلال تحسين الوضع التجاري العالمي. طب إحنا الوقت فيما يسمى بأزمة الأسواق الناشئة، شايف الأزمة دي مأثرة على مصر إزاي، وهل إحنا متخطينها ولا مش متخطينها؟ يعني من الكلام عن تأثرنا بيها الفترة اللي فاتت بشكل واضح، يعني شفنا الأرجنتين لما رفعت الفايدة 60%، شفنا تركيا لما رفعت فايدة 24%، ده أثر حتى على سوق الدين عندنا صحيح. أنه ما كانش فيه إقبال من الأجانب، حتى السوق المؤسسات المحلية كانت بترفع عطاءاتها، وبالتالي اضطرت وزارة المالية أنها تلغي كذا عطاء للسندات نظرا للطمع في فوائد تصل الى 20%، الامر اللي خلى وزاره الماليه تفضل هزوم خزانه باعمار تتراوح بين 91 يوم و 273 يوم بفائده لامست ال 20 او كادت تلامس ال 20%، لكن هتبقى في الاخر اقل من سنه عكس السندات اللي من 3 ل 7 سنين صحيح. وفي نفس الوقت الدوله بتسعى أو البنك المركزي يسعى إلى خفض الفايدة إلى ما دون 15% بنهاية 2019، فلو استمر هذا الوضع هنجد عندنا مشكلة خدمة الدين هترتفع أكثر مما هو مقدر، وما ننساش أيضا أزمة البترول وما ارتفاع أسعاره اللي هتزود من رقم الدعم المواد البترولية. طبعا طيب خلينا نتكلم على المؤشرات. في البداية احنا لو اتكلمنا، طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا تحليل فني وتحليل مالي، ده المعروف في البورصة المصرية والبورصات العالمية. لو جينا كلمنا تحليل فني الناس هتقول لك التحليل الفني مش شغال، كنا في ترند هابط وبعدين ترند عرضي وبعدين احنا الوقت مش شايفين، كنا بنتكلم على 14500 كان اخر حاجه وصلنا لها قلنا ده هيبقى القاع، ولما عملناه قلنا هنرتد وارتدينا فعلا مره ولا اتنين، وبعدين هوب نزلنا احنا بقينا 13500 ومحناش عارفين مكملين هبوط ولا لسه ده ترند عرضي. لو جيت تتكلم على تحليل مالي، التحليل المالي للأسهم والشركات بيقول كله أن الشركات قوية وأن مركزها المالية، إيه اللي بيحصل؟ بص يعني يمكن هستعير من الدكتور محمد العريان عبارة إضراب المشترين، يعني في كتابه عن تصادم الأسواق تكلم فيه أنه أحيانا بيحصل نوع من العزوف عن الشراء، أنه بياخد بالأحوط وبيفضل بعيد، وطبعا ده اللي بيعمله كبار المشترين، وبالتالي ده بيؤدي الى شكل السيوله اللي احنا اتكلمنا عنه الضعيف اللي احنا فيه دلوقتي 543 مليون النهارده مش كويس، وبالتالي بيبقى الكبار المشترين دول هم اللي بيحددوا امتى يدخلوا وامتى يخرجوا. يعني مثلا في مصر هنا عند اظن 17700 بدا خروج عدد كبير من الكبار دول رويدا من السوق، واعتقد ان هم بيرسموا خط لنفسهم للاسف محللين الفنيين بينزلقوا اليه وبيبشروا بيه، رغم هم التانيين هم اللي عايزينه يوصل عايزين ده. فللأسف الكل بيأكل الطعم يعني فيها، لكن هي في الآخر أرقام. يعني انت ميجي يقول لك هننزل مثلا 300 نقطة، ما احنا بنزلنا 500 نقطة في جلسة واحدة، يعني ما كانش فيه مشكلة يعني. فهي القصة مش قصة نزول أو طلوع قد ما هي قصة أن النهاردة ما فيش للمشترين دول آليات موازية، يعني ما عندناش مثلا صانع سوق يقدر يظبط يعمل توازن في السوق، ما عندناش دلوقتي حتى البنوك نفسها بقت تخاف تخش تشتري رغم زي ما انت قلت الشركات قوية. يعني لك ان تتخيل شركة
عاملة ربحية 10 جنيه وسعرها 35 جنيه. يعني 35% من قيمة السهم. بالضبط، يعني تخيل شركة هتوزع 30 قرش وسعرها 2 جنيه. يعني 15% من سعر السوق وتوزيع مش ربح كمان يعني. فده يبين لك الحالة اللي احنا فيها. يعني حاجة مثلا زي البنك التجاري الدولي يعني ياخد أفضل جائزة أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم، تجد النهاردة بيقفل أقل مما فتح يعني تحت 80 جنيه. ده كله بيقول إنه إيه الكبار القوم في السوق لسه عندهم نقط هم عاوزين يدخلوا عندها عشان يقدروا يعملوا الأرباح اللي هم بيحققوها في كل مرة اللي بتستمر معاهم كذا سنة أو كذا شهر أو كده يعني. فهنا وبالتالي نجد ان التحليل الفني او اي محلل فني بيطلع له من دول يقول لك اشتغل متاجره سريعه، ما تشتغلش لما السوق، شوف السوق يعمل كذا. طب دور الصناديق دايما بنسال عليه، اللي هي كانت المفروض كي ميكر او لاعب اساسي في السوق، وبنقول ان هو خاصه الصناديق الوطنيه التابعه للبنوك الوطنيه اللي بتقول لك المفروض ان ده يحافظ على الاقتصاد بتاعنا ويحافظ على قيمه الحاجات، هم بيلعبوا زيهم زي اي تاجر وتاجر صغير كمان للاسف. هي طبعا برضو الصناديق معذوره، انا بعتبرها مهيضه الجناح يعني في هذا الامر، لانه معظم الصناديق عندنا في مصر بنقول عليها صناديق مفتوحه، بمعنى ان الاسترداد فيها في اي وقت. طبعا لما السوق بيقع عاده حمله الوثائق بيطلبوا استرداد وثائقهم في هذا الوقت، فده بيضغط على مدير الاستثمار انه لازم يوفر السيوله من خلال بيع الاسهم. طيب. عشان كده تجد في هذه الظروف الصناديق المحليه او المصريه تضطر تبيع. طبعا يمكن هنا بنقول لازم يبقى في مزايا للصناديق المغلقه اللي هي تقيد في البورصه ويبقى مدير الاستثمار في مامن من عمليه ضغوط الاسترداد. لكن نجد ان القواعد اللي بتحكم المغلق هي القواعد اللي بتحكم المفتوح. فانا رايي النهارده ان الصندوق المفتوح يجب انه المؤسس تغطيته ما تقلش عن 50% عشان يقدر يحافظ على جسم للصندوق، والمغلق ممكن يبقى 5% زي ما هو موجود دلوقتي على اعتبار ان الكل هيدخل مش هيخرج الا في نهايه عمر الصندوق، وبالتالي ممكن ياخد منه توزيعات من اهل لاخر زي اي شركه. يعني انت الشركات وبالتالي تقدر تتخلص من الوثيقه من خلال البورصه، ويبقى في صانع سوق لوثائق لصناديق الاستثمار. فهي المشكله ان المنظومه نفسها محتاجه تعديل، فيها تسريبات كثيره بتخلينا يعني ايه ننعب اللائمه على الصناديق، وهي في وضع للاسف طيب. دي ظروفها يعني. لازم اسالك على الطروحات في الوضع اللي احنا فيه في السوق دوت، واحنا منتظرين طروحات قريبه جدا. وطبعا في لوم على الحكومه ان في الوقت اللي كان السوق منتعش وكانت السيوله تعدي ال 2 مليار جنيه تم تاخير الطروحات مره واثنين وثلاثه. وده برضه لغز يعني، لانه مثلا لما كانت مصر الجديده ب 31 مش عارف ما بعناش ليه، لما كانت الشرقيه للدخان فوق ال 22 جنيه مش عارف ما بعناش ليه. الاخطر من ده كله هو اليه الطرح نفسها، التسعير نفسها. تسعير. ان النهارده وزير قطاع الاعمال مصر على انها متوسط اخر شهر تداول زياده 10% او نقص 10%. انا شايف كده ان الدوله كشفت ورقها للمستثمرين بمعنى فيتم الضغط على الاسعار لغايه لما تنزل. وعندي نموذج موجود اللي هي الشرقيه للدخان. يعني النهارده ما تبقى شركه بكره في اللي هيشتري لغايه بكره هياخد كوبون جنيه. والسهم عامل ارباح كبيره جدا. وفي نفس الوقت كان قبل التوزيع ده وقبل الكلام ده وقبل التجزئه كان سعره 22 جنيه. معنى كده انه واتقال طبعا ان العمليه هتتباع لمستثمرين اجانب. معنى كده ان في ضغوط على السهم بتتم عشان خاطر ياخدوه بسعر بخس. طبعا. ان هو بينزل بهذا الشكل يعني. وبالتالي هنا السؤال، لماذا لم تلجا الدوله الى اسلوب القيمه العادله؟ وده المتعارف عليه وده اللي موجود وده اللي بتطلبه حتى الهيئه من الشركات. لما السهم سعره بيتجاوز رقم معين بتقول لك شوف هات لي قيمه عادله من مستشار مالي مستقل. فلماذا لم تلجا الحكومه لهذه الاليه ولجات لهذا الاسلوب المكشوف للمستثمر اللي بها يقدر يتلاعب بيه بحيث يحصل يضحي له ب 10 20 مليون جنيه في السوق وبعدين يكسب بعد كده مئات الملايين يعني. طيب جلسة بكرة شايفها ازاي؟ يعني الـ 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 يعني اخشى ان يبقى في جني ارباح لو استمرت فكرة ان السيولة الصغيرة دي فضلت موجود زي ما هي كده. لكن بتصور ان القطاع العقاري ممكن مش كله يبقى قوي، لكن في بعض اسهم في زي مدينة نصر ممكن بكرة تبقى بتأدي أدائها برضه ممكن تزيد عن 10% زي
ما حصل النهاردة. فالأمر مرهون برقم التداول هيبقى إزاي، لكن ما نقدرش نقول إن في شكل معين، علاوة على إن إحنا واضح إن إحنا بقينا متوقفين على ما يجري بقى في السوق الأمريكية زي ما كان بيحصل أيام أزمة 2008. أستاذ عيسى فتحي خبير أسواق المال، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذا التحليل. مشاهدينا الكرام، شكرا موصول لحضراتكم. مؤشر النيل بيعمل يوميا مع البورصة المصرية لتحليل أكثر واقعية. تابعونا دائما، إلى اللقاء.